حيث قاطعتني في هذه المقدمة حين تحدثت عن الشفاعة والقول بأنك تنكرها والقول أيضا بأنك تسقط الأحاديث الكثيرة من أحاديث رسول الله كذب صلى الله عليه وسلم. لقد صدر كتاب بعنوان الشفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين. العنوان هو محاولة لفهم الشفاعة. محاولة لفهم الشفاعة. الشفاعة فقلبوها الإنكار، بينما حاول يعني توصل لدرجة أنهم يزيفوا حتى الجلد الكتاب، غيروا اسم الكتاب نفسه، غيروا قالوا أنك إنكار الشفاعة. أنا بالعكس بقول محاولة لفهم الشفاعة. واخد بالك؟ والخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين. من هم الذين غيروا في هذا العنوان؟ أنت تقول أن الجرأة قد بلغت بهم إلى حد تغيير اسم الكتاب. من هم هؤلاء؟ هم يعني ابتدى واحد فيهم والباقي وراه زي المظاهرات بالضبط. زي حكاية يحيى ويسقط وحاجات بالشكل ده. بينما المسألة بسيطة جدا وشديدة البساطة. لأن أنا لما أقول عنوان كتابي هو محاولة لفهم الشفاعة، فدي معناها الشفاعة دي حاجة مهمة جدا بحاول أفهمها، أنكرها إزاي؟ ودي جت في القرآن 16 مرة. وبعدين لما أنا بحاول أفهم الشفاعة ابتداء من الآية الشريفة لما ربنا بيقول للنبي قل لله الشفاعة جميعا، ودي تكررت الحكاية دي 3-4 مرات بنفس الصيغة، قل لله الشفاعة جميعا. يعني معناها ايه؟ معناها ان الشفاعة شأن إلهي، شأن إلهي، مش حاجة كل واحد زي حكاية ال إن هي فيزا كارد مثلا تخش الجنة بيها، كل واحد يطلع الفيزا كارد ويخش تخش الجنة. لا دي حاجة شأن إلهي. قل لله الشفاعة جميعا إن شاء أذن بها أو إن شاء لم يأذن، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فإذا المسألة ما هيش هوجة بقى، الشفاعة ما هيش هوجة، لن يفوز بها كل واحد، لا لازم ربنا يأذن، لأن ربنا هو مالك يوم الدين، هو سمى نفسه كده مالك يوم الدين، ما فيش حد يبقى جنبه، ما فيش أوضة مداولة جنبه عشان يحكم على شخص. احنا عندنا في الدنيا بيبقى فيه محلفين في أوروبا مثلا، وعندنا في غرفة مداولة، واخد بالك، قبل ما نحكم ما بينفردش القاضي، لازم جنبه واحد وفي غرفة مداولة ويتداولوا. إنما ده الدنيا وإحنا ناس ضعف ما بنقدرش نوصل للحقيقة، لازم نشترك سوا، لكن ربنا ما يقبلش شرك أصلا، ده هو مالك يوم الدين، ما فيش هو حد يجي، ما عندوش غرفة مداولة علشان يطلع واحد يقول له والله أصل ده مش فلان، ده طيب، ده غلبان وبتاع. يعني ما فيش الشفاعة بمعنى تغيير حكم أصدره رب العالمين استحالة. أمال هي ما يبقى معناها إيه بقى؟ هنا بقى النقطة، هنا اللغز بقى في هنا المدخل الرئيسي في الشفاعة. أنا بقول كده الأسباب، لأن مثلا نوح في الدنيا مثلا تشفع لربنا عشان ابنه، وانت وعدتني يا رب ابني ومش ابن، قال له إنه ليس من عملك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وده نوح ونبي ما سألش فيه. سيدنا عيسى تشفع للقوم المشركين بتوعه في حكاية الثالوث وابن الله والحاجات دي، فقال له في الآخر يتوسل لربنا بيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ما قالش الغفور الرحيم لأنها تبقى كبيرة قوي، لأنه لو سعدي لو عذبهم بيبقى مش غفور رحيم، فما قالش كده، قال له إن تغفر لهم فإنك أنت تغفر لهم فإنهم عبادك، ده أول حكاية، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. معنى كلمة عزيز إيه؟ يعني مستغني، يعني يا رب، ده منتهى الأدب في التوسل،
إن هو بيقول له يا رب ده أنت مستغني عن حسناتهم مش هينفعوك وذنوبهم مش هيضروك. شوفوا الجمال والأدب الشديد بتاع عيسى. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني المستغني له غلابة. رد عليه ربنا إيه بقى؟ الرد كان عجيب. قال له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل الكلام ده ما ينفعنيش، معناها ان انا حسوي بين صادق وكاذب. واحد قال لا اله الا الله ووحد ربنا سبحانه وتعالى، واحد قال اثنين وثلاثه، مش ممكن اساوي بين الاثنين دول. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه. فهو رفض شفاعه عيسى، بس رفضها بحكم يعني ما فيش خلاف عليه، ان ما اقدرش ابدا اساوي بين كاذب وصادق، مستحيل. بالرغم من ادب سيدنا عيسى وكلامه الرفيع واسلوبه في التوسل بتاعه، فان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، انت مستغني عن حسناتهم مش هينفعوك وذنوبهم لن يضروك. مدخل حلو يعني، لكن ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان ده رب، هي لعبة. وبعدين ده هي لما ربنا يوصف الجمعية بتاع يوم القيامة دي، يقول لك عن الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال لك في حتة تانية عن الصالحين والشهداء والأنبياء لا يسبقونه بالقول. مش حد يسبق ربنا بالقول. وعشان كده لما جه عن شفاعة الملائكة قال كلمة عجيبة قوي، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله، يبقى لازم الأول ربنا يرضى عن فلان عشان يتجرأ أي حد في الملأ الأعلى إنه يجي يتكلم عن حسنات فلان. لازم الأول ما حدش يشوف، شوف لا يسبقونه بالقول، ما حدش يسبق ربنا أبدا نهائي. لازم الأول ربنا يعلن شيء أهو، لا ولا يشفعون اللي هم الملائكة إلا لمن ارتضى. الله، طب ما هو ما دام ربنا ارتضى ما دخلنا الجنة خلاص، يبقى في الساعة دي معنى الشفاعة إيه؟ معنى الشفاعة ليس تغيير حكم الله، مفيش حد يقدر يغيره، إنما هي تشريف، تشريف للملك الملائكة بإنهم يبقوا يعني يقولوا كلمة خير. أدي الحكاية كلها. إنما إن يجي أيا كان نبي، ما يعني فيش بعد نوح وعيسى انبياء عظام من اولي العزم، كمان ده الاثنين دول من الانبياء من اولي العزم. نوح ده قاعد يتعذب مش عارف 950 سنه واخد بالك. ويعني سيدنا عيسى شاف من اليهود الويلات، انبياء كبار من اولي العزم، ومع كده ما سالش لا فدا ولا فدا خلاص. فيعني وبعدين في النهايه لما يتكلم على الملائكه ما ينطقوش، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فاذا حاول حد يشفع يستنى الاول ربنا ايه بيقول ايه عنده، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى اذا الشفاعه مشروطه، ما هيش بقى حكايه نهبل الكل، كل واحد يجي زي حكايه الوصايد بتاع الدنيا والمحسوبيات، ما فيش كلام بيننا خالص. ثم ما فيش رايين في الاخر، ما فيش واحد بس راي ربنا خلاص، الباقي ما ينطقش الا لما ربنا يعلن. واخد بالك؟ فاذا ده مشهد مهول هائل، ما حدش يقدر ينطق. الملائكه العظام من جبريل لاخر ملك ما يقدروش ينطق، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب، ولا يشفعون الا شوف الاستثناء لمن ارتضى كمان. الله، طب ما هو ما دام ارتضى يبقى دخلنا الجنه خلاص. يبقى في السعاده معنى الشفاعه ليس تغيير حكم الله، محال. معنى الشفاعه تشريف، يبقى الملائكه لهم مقام شرفي. وعشان كده لما اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وده مقام عظيم ما انكرناش المقام ده حاجه عظيمه، حد يقدر نفس الهوجه اللي قالوها عن انكار السنه. ازاي بس انكار السنه سهل؟ لمجرد ان انا بقول ان الحديث الفلاني حديث ضعيف او يخالف القران يبقى انكرت السنه؟ طيب ما هو البخاري نفسه بيقول انا من 600 الف حديث نقيت 4000 بس،
يبقى معناها انه شال 900 و... كم يبقى شال 590 وشويه 96 يبقى رماهم شالهم رماهم. هل هو ده ممكن للسنه؟ ده راجل خد 500,000 حديث ومش عارف 96 ورماهم ما خدهمش ما اعترفش بيهم، هل ده ممكن للسنه؟ مش ممكن. ده البخاري وانا كل الحكايه بعلق على حديث واحد. الحديث ايه عشان نشترك سوا فيه؟ الحديث من في البخاري ويروي عن ان ربنا ارسل ملك الموت ليقبض روح سيدنا موسى. فايه اللي حصل لما جاء ملك الموت الى سيدنا موسى؟ رفض موسى ان يموت، ده كلام البخاري، وضرب الملك على وجهه، الملك على وجهه وفقع عينه. فطلع الملك ربنا يشتكي ايه الحكاية، فربنا رد له بصره. هذا الحديث مستحيل ان يكون صدر، ولا مستحيل ان يكون فيه اي صدق، لان ربنا صريح في الحكاية دي. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، واخد بالك، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. في واحد يرفض يموت؟ طبعا، لان الاسرائيليات بقى بيه وموسى عندهم دجعيص. ايه اللي جاي عشان يقبض روحي؟ لا انا مش هموت. فهو دي اسرائيليات درجة اولى. بقيت انا لما قلت كده بقيت منكر للايه؟ للسنة. بحالها بقى، مع ان السنة دي ده بحر، السنة دي فيها سنة فعلية زي الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما فيش حد يقدر يقول كلمة في دي. السنة القولية بقى اللي هي الأحاديث زي ما قلت لك، بيبقى البخاري اللي هو أعظمهم كلهم قدامه 600,000 حديث يرميهم ما ياخدش إلا 4,000، فهي معناها اعترض على 500,096 حديث، فهذا شيء طبيعي. وبعدين انا كل ما في الامر قلت يا جماعه احنا عندنا القران هو اللي جاي من ربنا وهو اللي محدش قدر يمسه، فهو حكم. فاذا جه حديث ناقض القران تناقض صريح واختلف معه ما يلزمناش، ما يلزمنا. ازاي اقول كده؟ ازاي يعني هاجوا وما انا منكر للسنه وقبل كده منكر للشفاعه؟ مع ان انا من اول الكتاب لاخر الكتاب بفكر في الشفاعه. ممكن الشفاعة ازاي؟ انا بحاول افهمها يا جماعة، انا بحاول افهمها. الشفاعة في نظركم ان هو في ناس هيجوا يغيروا حكم ربنا، المجرمين يخشوا الجنة لان فلان اتكلم في حقهم وبتاع فيخش يا جدع الجنة، واخد بالك، وربنا يخط خطة كده للنبي عليه الصلاة والسلام يطلع مثلا 60,000 70,000 10,000,000 واحد من النار فيخش النار يطلع زي ما هو عاوز. مش ممكن طبعا الكلام ده. احاديث، هذه الاحاديث لا يمكن تكون صحيحه، لا يمكن، محال. ده رب الكون مالك يوم الدين. ما حدش يقدر يتكلم في حضرته، وما حدش، لا يشفعون الا لما يرتضى. يعني كلمه شفاعه دي ما تطلعش الا لما يكون ربنا اذن. فايه الفوضى اللي حصلت دي؟ الفوضى دي جت على هوى الناس. ليه بقى؟ أيوة. لا نقول اللي بقت زي ما يقولوا في المثل عندنا في مصر، اعمل اللي يعجبك وصلي على اللي يشفع لك. ما خلاص بقى،